سأعود لك أستاذ نداء. أيضا أستاذ محمد تعليق على ما ذكر أستاذ نداء، وأيضا أسألك عن ما نشرته صحيفة المدينة الأسبوع الماضي. نشرت خبر جاء فيه أن مقاولا في القصيم توقف عن استكمال مشروع المعهد التقني للبنات بحجة أن العرض لا يتناسب مع معطيات السوق في الوقت الراهن، ولا يزال هذا المشروع معلق بين المقاولة وإدارة المعهد حتى الآن. كيف تعلق على هذه المشكلة من ناحية الصواب والخطأ؟ طيب أنا أرجع بس لنقطة الأخ ندى. اليوم ما نقدر نقول إنه التمويل هو مشكلة السوق العقاري. مشكلة السوق العقاري في توفير المنتجات. القنوات التمويلية اليوم للشركات موجودة وللأفراد موجودة. الشركات من واقع خبرتنا وممارستنا في السوق بشكل يومي، صناديق الاستثمار العقاري أو الجهات المالية بتقول لك هات لي مشروع وهات رخصة المشروع معاك وتعال بكرة أنا أمولك في المشروع. المشكلة اللي بتواجه المطورين العقاريين إنه الأسعار جدا عالية، عشان تقدر تطرح المنتج هذا في السوق لازم يكون في منطقة أبعد، أو خلينا نقول على أطراف النطاق العمراني. نيجي للجزئية الثانية، إذا لقيت موقع وخلصت اتفاقياتك مع مالك الأرض وبدأت في عملية التصاميم والرسومات الهندسية، هتضطر تجلس في البلديات والأمانات ما بين 6 شهور إلى سنة عشان تطلع التصريح، فبالتالي هتضطر تتحمل الأوفر هيد خلال الفترة هذه كلها اللي موجود عندك في الشركة إلين انتهاء واستلام الرخصة، وبعد كده تبدأ عملية جمع النقدية المطلوبة لتطوير المشروع. بالنسبة لتمويل الأفراد، أنا أشوف أن الأمور تحسنت الآن بشكل كبير. عندنا الشركات التمويلية بتمول الأفراد في جميع مناطق المملكة، عندنا البنوك يعني، وهذا كله ما زال قانون الرهن العقاري ما انتهوا منه بالشكل الكامل. بالنسبة للمشروع اللي تطرقت له في المعهد اللي في جريدة المدينة، أتوقع أنه عادة عندنا المشاكل الرئيسية اللي بتواجه المطورين أو المستثمرين أنه ما في دراسات جدوى اقتصادية من بداية المشروع، وما في ناس متخصصة بتدرس المشاريع بشكل جيد قبل الانطلاق في المشاريع الاستثمارية، فتلقاهم بعد ما يدخل في المشروع ويبدأ يصرف ويمول يبدأ يدخل اللي هي في مرحلة عملية أنه أكمل هخسر أكثر، لا أوقف يمكن تكون خسارتي محدودة لكن أني وفرت على نفسي بالخسارة الأكبر بدل الاستمرار في عملية تطوير المشروع. نعم. طيب معي على الهاتف وكيل كلية العمارة والتخطيط البحث العلمي بجامعة الملك سعود الدكتور غازي بن سعيد العباسي. دكتور غازي، يرى المراقبون أن حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيصل لأكثر من 484 مليار حتى العام 2020، إضافة إلى حاجة المملكة لمليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. كيف يمكن مواجهة هذه الأرقام وفق الأنظمة العقارية التي يصفها البعض بأنها ضعيفة في الفترة الحالية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء رحب فيك ورحب بضيوفك الكرام وفرصة أن نناقش الموضوع ده، وأنا أعتقد أنه فعلا المملكة الآن الفترة هذه تمر بطفرة عمرانية كبيرة جدا لسد ثغرات يمكن كانت في الماضي احنا تنسيناها، والآن يمكن هذا الوقت مع وجود الدعم الكبير اللامحدود يمكن من سد هذه الثغرة. العدد اللي نحتاجه احنا الحقيقة عدد كبير جدا، ونقص حاد جدا بالذات في قضايا الإسكان وفي بعض القضايا البنية التحتية. احتياج العدد هذا حقيقة أنا ما أتمنى أنه يعالج فقط من جهة واحدة وإدارة واحدة، وقد تكون هيئة الإسكان كفيلة بحل هذا كبناء وحدات سكنية. أنا أعتقد أنه كلنا شركاء في حل المشكلة هذه، كل المطورين العقاريين يفترض أنهم يلعبون دور كبير جدا في سد الثغرة هذه، يفترض أنه هيئة الإسكان تلعب دور ريادي وتشجيعي لحل الأزمة وليس منافس للقضية هذه، وتبقى هي أيضا في صف كأنها مطور عقاري كبير ينافس العقاريين في بناء وحدات سكنية، وخاصة يمكن أنا أعود على كلام المهندس ندى في قضية أن كل المشاريع العقارية السكنية اللي قيمت في هيئة الإسكان كانت خارج النطاق العمراني وتحل قضية معينة، وخاصة وما يتبع ذلك من تبعيات في مسمى الإسكان الخاص بالإسكان الهيئات الحكومية غالبا، أو إسكان اللي كأنه سكن للفقراء، وهذه التبعيات أحيانا قد تكون صعبة، وكنت أتمنى أن تكون هناك برامج
واضحة خاصة لدى هيئة الإسكان لمعالجة القضية هذه. أنا أعتقد أنه يفترض على هيئة الإسكان أنها فعلا تسعى لسد الثغرة هذه من خلال المطورين العقاريين، وليس فقط أنها تسعى لسد الثغرة هذه وحدها ولن تستطيع. شكرا لك الدكتور غازي بن سعيد العباسي على المشاركة. أستاذ ندى التعليق، ولكن قبل التعليق يعني أسألك أنت تحديدا هذا الموضوع لأنك شاركت معنا قبل خلال مشاركاتك معنا في إحدى الحلقات الماضية برنامجنا، طالبت برفع قيمة القروض العقارية 500,000 ريال، وعندما رفعت الدولة هذا الرقم تطالب الآن في مقالاتك وآرائك برفع هذا المبلغ من جديد إلى أكثر من نصفه. كيف تفسر ذلك؟ يعني أنت شو اسمه تناسب طردي أنت مع القرارات؟ والله احنا نتمنى فعلا انه لما نطرح القرارات انها فعلا يؤخذ جزء منها. طبعا الحمد لله انه هذه كانت جزئيه معينه. احنا يمكن كان تكلفه البناء 300,000 وعلقنا في من خلال هذا المنبر انه والله 300,000 ما الان ما تبني لي دور واحد او مساحه على الاقل 160 متر 170 متر، وهذا طبعا ما يناسبنا كثقافه سعوديه. وطلبنا وقتها انه ترفع الى 500,000. الملك فعلا كان رحيم فينا، بحيث انه لما نزلت قرارات الاسكان تلقائيا نزل معها اللي هو قرارات وزاره التجاره لمتابعه مواد البناء، وطبعا جزئية بشكل عام السلع، ولكن منها مواد البناء واليد العاملة. اللي لاحظه انه كل ما ينزل قرار ونقول الحمد لله احنا الحين قدرنا نحط كنترول على او نضع ايدينا على المشكلة، نجد انه المشكلة تتفاقم معنا، لانه جهة ما من الجهات المفروض انها تكون متابعة لهذه القرارات هي فعلا لا تكون متابعة. المفروض أنه على وزارة التجارة حقيقة أنها تتابع المواد هل ارتفعت. يعني نلاحظ أنه على مستوى، طبعا يمكن على مستوى المواد الأساسية لا، لأنه ما عندنا لشركتين أو ثلاثة أو أربعة سواء كان للحديد أو للإسمنت فالعين عليها، لكن خلينا نشوف الشركات المساندة لها زي الكهرباء، التمديدات الصحية وبجميع مرافقها، وقس عليها أشياء كثيرة للبناء، البويات، التشطيبات الأخيرة. هذه كلها بعد القرارات الملكية أقل واحدة منهم هي زادت 50% عن سعرها الحالي. فبالحالة هذه أنا زادت عندي التكلفة. أنا كنت أتمنى فعلا 500,000 كانت تبني نقول إلى 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 جزء معين، إنه مبنى مو بذيك الفخامة كتشطيبات لكنه على الأقل مبنى جيد. وكذلك احنا طلبنا انه 500,000 وإلى الآن أصلا هي فيها إمكانية انها تبني لما تأخذ كمجموعة أراضي تبنى في مرحلة واحدة وفي وقت واحد، يعني نقول انها مرحلة تطوير شامل. نعم 500,000 ممكن انها تبني لك وحدة وبمواصفات جيدة. هذه نقطة. أنا برجع لكلام الدكتور غازي. الدكتور غازي فعلا هو قال أنه وزارة الإسكان هي بدأت تحط، أو خلينا نقول بدأت هي تنافس شركات التطوير العقاري في بناء الوحدات وبيعها وعرضها. فعلا هي صح، يمكن وزارة الإسكان لها ميزة واحدة في هذه الجزئية أنها حددت سعر معين اللي هو 500,000 وبشرط أن تكون مقدم على صندوق التنمية العقاري، على الأقل هذه السياسات الواضحة لنا أنه قدم على صندوق التنمية العقاري، وأنه لما ينزل قرضك يتحول مباشرة وزارة الإسكان. فمعناها أنه أنت مباشرة مرونك تكون مقدم على وزارة الإسكان للحصول على المبنى. الإشكالية الثانية مع وزارة الإسكان واللي ذكرها الدكتور غازي العباسي، لا يكون هذه المجمعات أو هذه المباني تصبغ عليها صبغة أنه والله هذه للناس الفقراء أو أنه للناس اللي ما عندهم، فهذه يمكن تكون ثقافة عندنا صعبة أن يتقبلها أي واحد، فبالحالة ذي حتفشل مشاريع الإسكان. لكن لما يكون في برامج بمعنى أنه أنا أحاول أني الأراضي اللي أنا شريتها وطورتها أو الأراضي لا أنا أشتريها مش كأراضي مساحات كبيرة، أحاول أني أشتريها مفرقة في المدن، بحيث أنه أبدأ أنا كوزارة الإسكان أستفيد من السوق العقارية الآن الحالية وأبدأ أبيع
الأراضي ضمن القرض. كان لهم تجربة جيدة صندوق التنمية العقاري، أنه يمكن في 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 اللي أنا أعرفه في جزئية واحدة اللي هي سكان الجزيرة في مدينة الرياض، كانوا يعطون أرض بقيمة 50 فقط 50,000 ريال، والقرض كان 250,000 تقدر تملي فيه ذاك الوقت وحدة. هذه الجزئية لو رجعت وطبقت مرة ثانية هتوقع أنها حتحل عندنا إشكالية. مثل مصري يقول لك أبا أبلني يا أستاذ نداء، أبلني لو صارت. أنا ما عندي مشكلة، إحنا خلينا نطرح، إحنا طرحنا المرة الأولى. لا نطرح إن شاء الله، عسى إن شاء الله إنه يصير. بالعكس إحنا نعم، لا 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 نصمت إذا في مطرح. وإن شاء الله أن نتقابل وهذه تكون على الأقل جزئيات منها ونفقد هذا المثل المصري. يا ليت.